السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول حرف أو أي أي تقرأ أو يعني ضمة طويلة أ أي تقرأ هي كذلك أو يعني ضمة طويلة. إذا عندنا لو بو شوفال صوت لو بو شوفال صوت لو بو شوفال صوت يعني يقفز الحصان الجميل. او طو بو بو جو بو فو. اذا كما راينا في الدرس السابق الجي متبوعه ب تقرا غا وليس جي. اذا جو بو بو مو فو فو كو. كذلك السي متبوعه ب تقرا كا ولا تنطق السي. كو سو سو او لو بو شوفال ايل صوت برافو او لو بو شوفال ايل صوت برافو. لدينا اون اون او. اذا عندنا اون او يعني ما خصناش نشركوا يعني هي عندنا ان او ا او يعني الشكل قريب شي ان ما عندنا ان ولكن هنا عندنا او. اذا اون او عندنا بون بون كذلك بي او بي لا ينبغي يعني المشابهه في النطق تاعهم يعني هناك اختلاف. عندنا بون عندنا بون لون غون طون ترون ترون كما قلنا كذلك تكون حرف متبوع حرف يعني كونسون سو في ان نوتر كونسون يعني الحرف الاول تكون ساكن ات خون اب خون. عندنا بون بون لون غون طون ترون برون بون بون لون غون طون ترون برون. عندنا او بو بو لو غو غو طو اترو اترو برو برو او او ان سو تس ما تتنطقش لو باتو ان اوتو ان فوت يعني خطا ان فوت ان ايبول كتف ان ايبول لو شابو لو شابو لو كوتو لو كوتو يعني السكين لو كوتو لو طابلو. ميكي اسوتي سير لا طابل ميكي اسوتي سير لا طابل يعني قفز ميكي على او فوق الطاوله. بابا اشتي ان بيلوتو بابا اشتي ان بيلوتو يعني ابي اشترى سياره جميله. دون لا ري ان رو نو رول با ا غوش دون لا ري نو رول با ا غوش يعني في الشارع لا تاخذ يعني الشارع ولا الجهه التي توجد على اليسار. بابا امال اليبول بابا امال اليبول بابا امال اليبول يعني ابي مريض بكتفه. لو شوفال ا كوري il va boire لو شوفال ا كوري il va boire يعني الشوفال الحصان اجرى لانه يريد ان يشرب. il va boire او ذهب ليشرب. غوني دون موا دون لوي دو لو غوني دون لوي دو لو غوني دون لوي دو لو يعني ننادي بالاسم اللي هو غوني اعطيه الماء يعني اعطي الحصان الماء يعني لوي تعود على الحصان. صوت سير لو مور صوت سير لو مور يعني قفز على قفز على الحائط. نو لو ميغي تخوفو بور موا هنا رفع يعني امر صوت يعني اقفز على ام فوق الحائط. الجواب نو لو ميغي تخوفو بور موا يعني لا الحائط اطول مني او اعلى مني. مامون ابخي ان كوتو مامون ابخي ان كوتو مامون ابخي ان كوتو يعني امي اخذت سكينا. مامون كوب لو غاتو مامون كوب لو غاتو مامون كوب لو غاتو يعني الام تقطع الحلوى
un gâteau. René a pris un gros marteau. René a pris un gros marteau. René tape serre le clou. René tape serre le clou. Maman a mis un bout chapeau et un menton gris. Maman a mis un bout chapeau et un mouton et un menton gris. Yani, l'homme lbset chapeau, yani, casquette, ou un menton gris, yani, un menton fait le gris, fait le ramadi. Adna ou, vous, pour, saut et noto. Il faut le chapeau, le chapeau, le chapeau. إذن عندنا مجموعة من الكلمات التي ينبغي حفظها. الكلمات التي تكون مرفوقة بالأسماء أو بالصور نحفظها بسهولة ونتذكرها بسهولة. إن أوتوموبيل، إن أوتوموبيل يعني أحيانا تنقولوا أوتو أو أحيانا أخرى نقول إن أوتوموبيل. Un bureau, un bureau, un crapaud, un crapaud, un crapaud, un gâteau, un chapeau, un chameau, un chameau. يعني الشامو هو اللي عنده عنده جوج تاع الظهر، يعني الظهر تاعو، لكن الشامو اللي عنده واحد ما تنسميوه شامو فرنسية، ولكن الشامو اللي عنده جوج هو اللي تنسميوه شامو. عنده لو كوتو سكين، لو كوتو ان باتو، ان باتو، ان باتو يعني باخرة، ان باتو. عندنا اون اون او او غر جو لو بون، لو بون القنطرة، لو رو le rond d'aéra, le mouton, le mouton, yani le kharouf. Adna, le ribbon, la danse, la chanson. Le cheval saute, René a chaud, René a chaud, René a chaud. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, un beau bateau, un beau bateau, un beau bateau, yani bakhira jamila. Gros, gris, grand-père, يعني جد، الجد. Un tigre يعني النمر، يعني gros يعني تنعني بها شي حاجة كبيرة، يعني مبالغ فيها. gros، gris، رمادي، grand-père، un tigre. عندنا tous les jours، كل الأيام، يعني يوميا. tous les jours، tous les jours، toujours، دائما وأبدا. toujours، جو جو العب جو جو. ان بو بيبي، ان بو بيبي. لو باتو فا سير لو، لو باتو فا سير لو، لو باتو فا سير لو. روني ا ايكري او تابلو، روني ا ايكري او تابلو، روني ا ايكري او تابلو. يعني روني كتب على السبورة. بيبي جو افيك ان بوتيت اوتو، بيبي جو افيك ان بوتيت أوتو يعني صغير يلعب بسيارة صغيرة. grand père a toujours un chapeau، grand père a toujours un chapeau يعني الجد، الجد دائما عنده واحد شابو، يعني يرتدي شابو يعني كاسكيتا. papa va tous les jours à son bureau، papa va tous les jours à son bureau. يعني الأب يذهب، يعني الأبي أو الأب يذهب إلى مكتبه كل يوم. tous les jours يوميا إلى المكتب. روني إي مالاد، روني إي مالاد، روني مريض، روني روني إي مالاد. روني va à l'école à vélo، روني va à l'école à vélo. يعني روني يذهب إلى المدرسة بالدراجة الهوائية ليلو. à l'école il joue à la balle، à l'école il joue à la balle. في المدرسة يلعب بالكرة. il court à droite ويجري إلى اليمين. à gauche إلى اليسار، يجري إلى اليمين إلى اليسار. il saute يقفز، il saute. à l'école il joue à la balle. il court à droite à gauche il saute. il a chaud il boit de l'eau au robinet. يعني إلى شو يحس
بدرجة الحرارة مرتفعة يعني بالجو ساخن. il boit de l'eau au robinet, يشرب الماء من الروبيني. il boit de l'eau au robinet, il boit de l'eau au robinet. il a bu trop d'eau, il a bu trop d'eau, يعني شرب الكثير من الماء. il a bu trop d'eau le soir, il est malade, في المساء هو مريض. il va au lit, il va au lit, ذهب إلى السرير. Pauvre Ronnie, elle mesquine Ronnie. Pauvre Ronnie. Pauvre Ronnie. Jeu de lecture silencieuse. Exécuter l'ordre donné. Adna ferme le livre. Ouvre la porte. Va à la fenêtre. Lève le bras gauche. Lève le bras gauche. Yani irfa l'yad l'yusra. Monte, serre le pont. Yani qif. أو اصعد على المقعد. ان باون افو خطوة الى الامام. ان باون ليف لا جومب دغوات ارفع الركبة اليسرى. ديسين سيغ لو طابلو ارسم على السبورة. صوت تخوا فوا و اقفز ثلاثة مرات. اذا هكذا كان حرف او اللي هي الضمة الطويلة. السلام عليكم ورحمة الله.